السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم، مع المطالعة أبرز ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وأخبار وعناوين خاصة بالشأن اليمني. هذه جولة سريعة في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ: استشهاد وإصابة 9 من القوات الحكومية إثر 118 خرقا حوثيا للهدنة خلال يوم. اليمن مسام يعلن نزع 700 لغم حوثي وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي. عدن وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن نتائج تحقيق قضية مقتل الدكتور أحمد الدويل. وفاة أسرة كاملة بينها أطفال بحادث مرور في شبوة. قصف حوثي استهدف الأعيان المدنية ومواقع عسكرية شمالية الضالع. في صحيفة الشارع نطالع: الرئيس العليمي يدعو المكونات السياسية للالتفاف حول هدف استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن. الهولندية بيري تباشر مهامها نائبة لرئيس بعثة أونمهام في الحديدة. الحوثيون يبدون رفضهم لتمديد الهدنة والمجلس الرئاسي يقول: التعنت الحوثي سيدفعنا لاتخاذ قرارات حاسمة. قمة جدة: دعم الحل السياسي في اليمن ومحاربة الإرهاب والتزام أمريكي بأمن الشركاء. وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن نرى تحركا هادفا للحوثيين بشأن فتح طرق تعز. في عدن الغد: أنمها تعبر عن أسفها عقب إصابة 7 أطفال بانفجار ألغام في الحديدة. 118 خرقا حوثيا للهدنة خلال يوم واحد. الأزمة الغذائية في اليمن تدخل منعطفا خطيرا. البحسني: سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة إذا استمر الحوثي بالتصعيد في الجبهات. في المنتصف نت: مداهمات حوثية لمنازل مواطنين رفضوا الخروج في يوم الولاية بصنعاء. مقتل شاب برصاص مسلح في المخا. مقتل طفل برصاص راجع جنوب تعز. ميليشيا الحوثي تهاجم قرى سكنية ومواقع للجيش في الضالع. حادث مروري مروع ينهي حياة أسرة كاملة في شبوة. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، والبداية من الشرق الأوسط وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني: اليمن وقمم جدة، ترحيب حكومي وتوجس حوثي. تدخل سعودي لإغاثة المتضررين من السيول في مأرب. في القدس العربية: اليمن قمة جدة، حضور للقضية وتجاهل للقيادة، واقتصارها على لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي بوزير الخارجية الأمريكي. أما العربي الجديد: اليمن تضخم فاتورة الإنفاق على الطاقة بسبب تهالك محطات الكهرباء. في البيان الإماراتية: الأزمة الغذائية في اليمن تدخل منعطفا خطيرا. وفي الاتحاد: الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية على النازحين في اليمن. وأخيرا من الأهرام المصرية: مجلس القيادة الرئاسية اليمنية توعد الحوثي بقرارات حاسمة. تساؤلات كثيرة وآراء مختلفة بعد أن أنهت قمة جدة كل أحداثها، وأيضا ظهر فيها البيان الختامي ما كان ملاحظا أن الملف اليمني كان حاضرا وبقوة في كل كلمات زعماء المشاركين في هذه القمة، إلا أن اليمن سياسيين وقادة كانوا غائبين تماما عن هذه القمة، مع أن الملف اليمني كان رئيسيا فيها. إذن حضور للملف غياب للساسة اقتصر فقط بلقاء الرئيس العليمي مع وزير الخارجية الأمريكي في لقاء سريع ومكتظب أنطونيو بلينكين. فهل حققت قمة جدة ما يرجوه اليمنيون؟ وكيف كانت التصريحات الأمريكية الأخيرة في ختام هذه القمة، خاصة وأن الأمريكان طالبوا الحوثيين بأن يلتزموا بما نصت عليه الهدنة وأن يفتحوا الطرق في تعز؟ كل ذلك أيضا، وملف اليمن ربط بشكل أساسي بإيران، فهل فهمت أيضا إيران ما خرجت به هذه القمة؟ وهل سيكون هناك تأثير بالسلب أو الإيجاب على ميليشيات الحوثي؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على ضيوفي الكرام من القاهرة. أستاذ عبد الله الدهمشي، الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ رماح الجبري، مدير المرصد الإعلامي اليمني،
وأيضا عبر الهاتف الدكتور علي البوكالي الكاتب والمحلل السياسي. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك أستاذ عبد الله ضيفي من القاهرة، بداية، هل حققت قمة جدة ما كان يصبو إليه اليمنيون، خصوصا أن الملف اليمني كان موجود وحاضر وبقوة؟ أولا بالنظر إلى قمة جدة فإن الهدف الرئيسي فيها بغض النظر عن القمة الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي، يعني باعتبار الشأن اليمني بعدا استراتيجيا لهذه الدول أو في المجال الحيوي لأمنها، ولكن ما جاء إليه بايدن وسعى لتحقيقه هو الاتفاق مع منتجي الطاقة العرب من أجل العمل على استقرار سوق الطاقة العالمي نتيجة لتداعيات الحرب في أوكرانيا، وبالتالي عدم ترك المنطقة يعني في فراغ كما قال بايدن نفسه تملأه إيران وروسيا والصين، هذا الهدف الرئيسي فيها، وبالتالي حظرت بعض الملفات الهامشية يعني التي لها ارتباط بالتجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة، ومن ضمنها الملف اليمني يعني فيها هذا الحضور خرجت منه عدة مؤشرات أن هنالك تصعيدا ما في هذه التجاذبات سيكون في المستقبل مؤثرا على الحالة اليمنية، وبما يشير إلى أن الهدنة ربما قد تنتهي ويكون هنالك تصعيد في العمليات العسكرية أو نوع من تصفية الحسابات بين إيران والمحور والدول الواقفة ضدها يعني، ولذلك خرج الحوثيون يعني بنوع من التصعيد الخطابي في هذه الفترة أو نتيجة لتأثيرات القمة، وكذلك الخارجية الإيرانية بتصريحاتها حول هذه المسألة بما يوحي إلى أن المنطقة ستشهد نوعا من التصعيد نوعا من التصعيد المحتمل يعني وليس الجازم فيه، لأن الكواليس ما زالت شغالة يعني ما زالت تعمل بصمت وبخفاء من أجل تأمين الطاقة وتأمين أيضا ممراتها، وكان هذا ضمن نعرف جيدا أن ما أتى به الرئيس الأمريكي كان أولى أولوياته إلى المنطقة هو ملف الطاقة وأيضا التطبيع مع إسرائيل، لكن أيضا الملف اليمني كان حاضرا على الأقل من دول مجلس التعاون الخليجي وطرحها له بقوة، وحتى أيضا الأمريكان الذين اعتبروا، وهذه كانت حاضرة أيضا في كلمة جو بايدن، الذي اعتبر أن الهدنة إنجاز تحقق في عهده. نعم، حتى يعني كان حاضرا باعتباره متعلقا بالمهمة الرئيسية يعني أو بإحدى تفرعات هذه القضية وليس جوهر القضية يعني فيها، ما جاء إليه بايدن ويسعى إليه هو الأمن القومي الأمريكي والمصالح الحيوية في المنطقة، وبالتالي فإن تأمين هذه المصالح يعني جزء منها يتعلق بالملف اليمني باعتبار الموقع الاستراتيجي لليمن المطل على أهم الممرات المائية للطاقة العالمية يعني من نفط وغاز يعني في هذا الأساس، لكن كما أشرتم في الأخبار إلى أنه ما كشفت عنه القمة هو أن الحضور القضية اليمنية هو حضورها في الاهتمام الخارجي بعيدا عن أي رؤية وطنية وسياسية يعبر عنها القادة السياسيين، بمعنى أنه أصحاب الشأن في هذه القضية والفاعل الرئيسي في هذه القضية مغيب تماما عن هذه التجاذبات الخارجية. جميل جدا، دعنا فقط نقف عند هذه النقطة لأذهب بسؤالي للأستاذ رماح الجبري. بداية أرحب بك أستاذ رماح. أهلا وسهلا أستاذ رماح، كيف قرأت أنت ما خرجت به هذه القمة خاصة بالشأن اليمني، التصريحات الأمريكية، تصريحات أيضا القادة، كل هذه الأمور؟ صحيح كما قال ضيفي وكما قال الجميع أنها كانت القضية اليمنية حاضرة لكن أصحاب الشأن كانوا مغيبين، لكن في الأخير كيف يقرأ ما خرجت به هذه في الشأن اليمني؟
شكرا جزيلا. طبعا بموضوع انه غياب الشان اليمني او غياب الرئيس العديمي مثلا عن القمه، اعتقد ان هذه القمه تم الاتفاق عليها قبل شهر يعني من قبل بين الاداره الامريكيه، وتم التحديد كامل البروتوكول فيها، وحضور الرئيس العليمي الى جده ولقائه بوزير الخارجيه شيء ايجابي، ولكن نتمنى ان تكون هناك زياره الى الولايات المتحده او لقاء، لكن كما يبدو ان الاجواء في القمه لم تكن بذات الود، وانما كانت هي مثل ما يشبه محاوله في اطار المصالحه الدوليه. وبما يخص الشأن اليمني، أعتقد أن البيان المشترك بين السعودي الأمريكي في اليوم الأول أو بعد لقاء القمة السعودية الأمريكية كان واضحا بما يخص الشأن اليمني، وعلى الأقل بما بجانب التركيز أو التأكيد على الحل السياسي المستند إلى مخرجات الحوار الوطني، مخرجات الحوار أي المرجعيات الثلاث بما فيها مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، القرار الدولي 22/16، وهذا يؤكد أن هناك قوة في الضغط، لأن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى أن إيقاف الحرب هو الحل دون ثمن ودون أفق واضح أمام اليمنيين، وهذه مشكلة عندما يحاول بايدن أن يفي بوعده أو يحاول أن يحسن صورته أمام ناخبيه الذين انتخبوه، أو أن يفي بما وعد به في البرنامج الانتخابي على حساب المصلحة الوطنية أو مصالح اليمنيين. لكن نحن نراهن على الحماقة الحوثية، على أن الحوثية كأداة لا يمكن الرهان عليها أن تكون طرف سياسي أو جزء من أطراف تحقيق السلام في اليمن. البيان الحوثي الصادر في نفس يوم اجتماع القمة الرافض للهدنة، والذي يقول أنه لن يمدد أو يجدد هذه الهدنة، بمعنى أن الحرب قائمة، ومثلما هي الحرب كانت من بدايتها مفروضة على الحكومة الشرعية والتحالف من أجل إنقاذ اليمن، أعتقد أن الحرب ستستمر إجباريا. جميل، لكن أستاذ رماح، كل الأحاديث والتصريحات للمجتمع الدولي وفي القمة هذه أو غيرها أيضا وكأنه منصب على موضوع الهدنة وأن تستمر الهدنة، بل أن هناك حديث الآن بدأ يدور على تمديد الهدنة ليس لستة أشهر بل لسنتين مقبلتين، وهذا ربما يضع كثير من علامات الاستفهام، والبعض تنبه وقال أن هذا خطر للغاية، قد يؤسس لتكريس واقع على الأرض، بعد ذلك تقسم البلاد وفق هذا التكريس. ما رأيك؟ دعنا نكون أكثر صراحة، الولايات المتحدة لا تبحث عن حل سياسي شامل ويمكن أن ينهي الحرب في اليمن، هي تبحث عن تجميد هذا الملف لتضعه في الفريزر لوقت الحاجة الملحة التي يمكن أن تلعب به، لأن اليمن كانت ملعب صراعات دولية إما ضد السعودية وإيران وما إلى ذلك، وهذا ما تستخدمه الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية، هي الآن لديها ملعب آخر، لديها وسائل أخرى، حرب أوكرانيا، الحرب الروسية مع الصين، فبذلك هي تريد أن تغلق هذا الملف، لكن إغلاق الملف باعتبار اليمن يعني الملف الضاغط على المملكة العربية السعودية التي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي ككل، وبذلك تريد أن يبقى هذا المسرح أو هذا الملعب مفتوحا لكنه مجمد أو عملية إيقاف مؤقت لهذه الحرب في اليمن، لأن هذا ما تستدعيه المصالح الدولية، وأعتقد أننا أمام فرصة أن يجب استغلالها ما دام أن المجتمع الدولي يريد أن يعمل على إيقاف المؤقت، فلنعمل نحن على إيقافها بشكل كامل. كيف سيكون بشكل كامل؟ السؤال الكبير هنا، كيف سيتم إيقاف هذه الحرب بشكل كامل وأنت تدري وتعلم بأن ميليشيا الحوثي لن تتنازل قيد أنملة؟ إذا كانت لم تتنازل في فتح طريق في تعز، فكيف ستتنازل بالذهاب نحو ما تم طرحه أن السلام يجب أن يكون وفق المخرجيات الثلاث أو المرجعيات الثلاث، والتي تنص صراحة بتسليم مثلا الأسلحة إلى الدولة واحتكار السلاح للدولة وكل هذه الأمور؟ أعتقد هذا من يطرح هذا الطرح يراه اليمنيون بأنه لا يفهم الواقع السياسي والحقيقي والأيديولوجي لميليشيات الحوثي. نعم، شوف، أولا الميليشيا الحوثية هي ترى أن هي تستفيد من الحرب أكثر ما يمكن أن تستفيده من السلام، هي تعتبر أن السلام بالنسبة لها خسارة كبيرة لأنها ستخسر
سلطه، لان السلام سيتطلب الشراكه، ستخسر المليارات التي تجمعها من الجبايات يوميا، لان السلام سيتطلب ايفاء بخدمات للمواطن ودفع رواتب ومشاريع وايرادات ستكون تحت اشراف الحكومه الشرعيه وربما المجتمع الدولي للبنك المركزي. هي ستخسر لذلك هي لن تذهب. اليمنيون لديهم قناعه بانها لن تذهب. دعني اكمل الفكره. الوضع الشرعية اليوم والقوى الوطنية المناهضة للميليشيا الحوثية في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ربما 3 إلى 4 أشهر، يعني بمعنى أنه كانت من قبل الحكومة الشرعية هي الواجهة أمام المجتمع الدولي. اليوم المجلس القيادة الرئاسي بقواته في ألوية العمالقة، بقواته في الساحل الغربي، بقواته في الضالع، بقواته في حضرموت، بقواته في مأرب، بوجود قيادة فاعلة جديدة تتفاعل مع كل الأحداث، وأعتقد أنها تعي وتدرك متطلبات المرحلة، وأعتقد هناك اجتماعات وتحرك كبير للقيادات، منها طارق صالح ومنها القيادات التي تدعو إلى رفع الجاهزية، وأيضا وزير الدفاع الذي وصل إلى الضالع ووصل إلى تعز، بمعنى أنه وضع الشرعية اليوم في وضع أفضل، والميليشيا الحوثية دخلت هذه الهدنة على امل او في رهان ان تتفكك هذه القوات وان يختلف اعضاء المجلس ليعود الوضع الى ما هو الى سابقه، لكن امامنا فرصه يجب ان لا تفوت في توحيد كل القوى، واعتقد ان التحالف لن يتخلى عن السؤال اذا كان لن يتخلى عن اليمنيين بالاضافه الى مصالحها تتطلب اليوم دعم مجلس القياده الرئاسي ودعم المعركه الوطنيه، واعتقد في حال فعلت كل الجبهات بالاضافه الى حاله الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ستكون هناك ربما ثورة من الداخل، هناك مؤشرات وعوامل عدة يمكن أن تساهم في أن هزيمة الميليشيا الحوثية، وعلينا الاستفادة منها، بالإضافة إلى أنه عندما كانت القوات في 2016 و17 عندما كانت القوات العسكرية على أبواب صنعاء وأصبحت القذائف يمكن أن تقصف إلى مدار صنعاء، كان هناك ضغوط دولية من أجل إيقاف هذه المعركة وعدم دخول صنعاء، لأن المجتمع الدولي كان يرى أن هذه الحرب يجب ان تستمر وعليه ادارتها من اجل الاستفاده منها. اليوم المجتمع الدولي يريد لهذه الحرب ان تتوقف، لكنه لا يريد لها التوقف النهائي، يريدها ان تتوقف بشكل مؤقت لتستخدم مره اخرى مثل ما ذكرت، هو يريد ان يضعها في الفريزر من اجل. جميل، وضحت هذه الفكره، وضحت هذه الفكره. ساعود اليك، اعود اليك استاذ عبد الله الدهمشي. سمعت الى ما يطرحه ضيفي عبر سكايب الأستاذ رماح الجبري، المجتمع الدولي يريد أن يضع هذا الملف في الفريزر، لا يريد إنهاؤه، يريد أن ربما يحتاجه في المستقبل وفق طرح الأستاذ رماح، لكن البعض يقول أن المجتمع الدولي على العكس هو يريد إنهاء هذه الحرب، لكن بهذه الطريقة، طريقة هدنة بعدها هدنة، شهرين ربما 3 أشهر 6 أشهر سنتان، كل هذه الأمور من ثم تكريس أمر واقع، أيهما ربما هو الخيار الأقرب للمجتمع الدولي، تكريس الأمر الواقع أم فقط تجميدها لوقت معين من ثم استئناف المعارك العسكرية؟ هو سواء استمرت الهدنة، يعني تم تجديد الهدنة أم لم يتم تجديدها، فإن الأطراف العسكرية الآن كما هي وبما في ذلك الحوثيين الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب المبادرة العسكرية عاجزون تماما عن تحقيق أي إنجاز أو حسم في المسارات العسكرية من أجل فرض واقع جديد. وبالتالي العام 21 يعني كان عاما مليئا بالمآسي والويلات وفياضا بالدماء التي سالت على رمال مارب دون أن تنجز الحوثيين أي إنجاز يعني يعتمد عليه، ما فقدهم القدرة على الاستمرار في هذا المسار العسكري الفاشل. ولقد أثبتت أيضا السنوات الماضية على أن الرهان أو النزق الجامح إلى القوى المسلحة في فرض أمر واقع وفي فرض تخاريف الولاية هذه عند الحوثيين هو رهان خاسر ورهان عاجز على أن يفعل أي شيء، وعلى أن الوسيلة الوحيدة لدى الحوثيين هي استمرارهم في الجباية، مصادرة أموال الناس، إرهاب الناس بالقوة، الاستمرار في غيهم بتخاريف وماذا الولاية. بعد وماذا تخاريف بعد؟ الولاية، يعني هذا الواقع هو الذي فرض الهدنة، ثم جاءت المتطلبات الإقليمية والدولية لتعزز هذا المسار وتفعله. فالناس يعني فالأطراف التي تملك القوى العسكرية عاجزة عن التقدم، بالتالي سوف تستمر الهدنة يعني فيها وتتجدد.
هذا الوضع العسكري يجعل الواقع السيطرة على الجغرافيا قائما ومستمرا دون أفق سياسي واضح يعني من أي طرف. ما هو مطلوب؟ ليس لنا أن نراهن، يعني مجلس القيادة الرئاسي الآن عليه مسؤوليات أهمها أولويات ثلاث في المسار الأمني والمسار الاقتصادي والمسار العسكري يعني فيه، وما لم يعكف هذا المجلس على دراسة هذه الأولويات ودراسة مشكلاتها وما يواجهه والخروج باستراتيجية وطنية تجمع هؤلاء الأطراف كما هم مجموعين في مجلس القيادة الرئاسي على مسار استراتيجي واضح الملامح والأهداف والوصول إليه، ما لم يفرض هذا ما لم يقوم هذا المجلس بأولويات بمسؤولياته التي تفرضها عليه المرحلة، ما فإنه لا يمكن أن نراهن على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي سوف مساعيه وهو استغلال هذه الظروف من أجل إنتاج أزمات والاستفادة منها وتوظيفها لمصالحها. لكن إلى حد اللحظة أستاذ عبد الله، ما هو واضح أن المجتمع الدولي هو اللاعب الوحيد والفعال في الملف اليمني سواء إقليميا أو دوليا. وهنا أذهب بسؤالي للدكتور علي البكالي الكاتب والمحلل السياسي. بداية أرحب بك دكتور علي. ثانيا، القضية اليمنية أصبحت كالمعلقة، لسنا في حالة حرب ولا في حالة سلام، وكأن المجتمع الدولي يرى في هذه الحالة لا حرب ولا سلام إنجاز. بايدن سيذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقدم، وهو قد طرح ذلك من جدة، بأن هذا إنجاز ما هو عليه اليوم والحاصل في اليمن من لا حرب ولا سلم، هو إنجاز ويجب أن يستمر، وسيقدمه للناخب الأمريكي، خصوصا أنه أمام استحقاقات انتخابية هامة للغاية هناك، ولذلك سيضغط بكل ما يملك من أدوات لاستمرار هذا الوضع. في نظرك هل ينجح بالفعل المجتمع الدولي بالضغط على بهذا الاتجاه بالذهاب نحو هدنة، لأن الحديث عن هدنة لمدة عامين مقبلين؟ نعم، مساء الخير. في الحقيقة يجب أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى سياسة المجتمع الدولي تجاه اليمن، وهذه السياسة هي نابعة من تضارب المصالح، لأن كل الأطراف الدولية هي موجودة في اليمن، مثلما الأمريكان موجودين، أيضا روسيا والصين أيضا موجودة. ويعني يصعب بشكل نهائي إنهاء الحرب في اليمن، لأن الأطراف الدولية مرتبطة بهذه الحرب، وربما تكون المشكلة اليمنية هي المشكلة الأصعب على مستوى العالم بسبب ارتباطها بكل الأطراف الدولية وبجذر المشكلة الدولية والتحول الدولي الذي يمر به العالم الآن. لكن ما هم مجمعين عليه هو مسألة التثليج، اللي هو يعني إدخال اليمن في حالة لا حرب ولا سلم، مع الاحتفاظ بالأطراف كلها، والطريق إلى ذلك هو طريق الهدن هذه المتتالية من شهرين إلى ثلاثة إلى أربعة، وربما تمتد إلى سنة. لكن هل ستحل مشكلة اليمن حلا جذريا؟ لا أعتقد أن مشكلة اليمن ستحل حلا جذريا ما لم يبادر اليمنيون هم إلى حل هذه المشكلة، إما بالحسم العسكري وإنهاء سلطة الميليشيا الحوثية على اليمن وعلى العاصمة صنعاء، أو بالاتفاق السياسي. ما لم غير هذا يمكن أن تؤجل مشكلة اليمن حتى تحل مشكلة الصراع الدولي، ومن سينتصر في الصراع الدولي، أو هل سينتقل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب، أم ما الذي سينتج عنه هذا الصراع الدولي؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، يجب أن أيضا أن نقرأ رؤية الحوثيين أو موقف الحوثيين قراءة واضحة نابعة من علاقتهم مع إيران، وقراءة الموقف الإيراني واستراتيجيات إيران في التعامل مع الملف اليمني. يعني الحوثية وإيران كانوا يعتقدون أن أداة التفوق الوحيدة للشرعية هي التحالف العربي وطائرات التحالف العربي، ومن ثم هم يعتقدون أن الهدنة ليست مع الأطراف اليمنية، الهدنة مع التحالف العربي والسعودية على وجه التحديد. ومن ثم يعني منذ أن أعلنت الهدنة الأولى اتجهت الميليشيا الحوثية إلى الحشد والتجنيد وفتح طرقات إلى تعز طرقات عسكرية وليس طرقات مدنية، والتهرب من الالتزامات، خاصة فتح الطريق الرسمي طريق الحوبان، وكذلك ذهبت تحشد أيضا باتجاه مأرب. والخروقات التي بلغت ما دلالة ذلك دكتور علي؟ ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك
أن الميليشيا الحوثية تفكر هي وإيران أيضا، هي وطهران، أنه ما دام وأن التحالف العربي التزم للمجتمع الدولي وخاصة لأمريكا وبريطانيا وأوروبا بوقف إطلاق النار، فقد أصبح مقيدا وملتزما بوقف إطلاق النار، ولا يمكنه معاودة يعني تفعيل الطيران أو ما إلى ذلك. ومن ثم يمكن للميليشيا الحوثية أن تتفوق من خلال إعادة فتح الحرب مرة أخرى ومهاجمة خاصة تعز ومأرب. الميليشيا الحوثية وطهران تريد أن تحسم ملف تعز وملف مأرب، على اعتبار أنها يعني إذا حدثت يعني مساومة مستقبلا أو حدثت مصالحة، على الأقل تنفرد الميليشيا الحوثية بما كان يعرف باليمن الشمالي سابقا كاملا، وهي لم تقف عند اليمن الشمالي وإنما هي تفكر هكذا مرحليا. من ثم أنا أقول أن اليمن مرشحة في الأيام المقبلة ليس على هدنة وإنما إلى حرب. الميليشيا الحوثية تستعد لحرب وليس لهدنة، لكن ربما تفاصيل هذه الحرب وفق ما تطرحه دكتور علي أن تكون فقط في الداخل اليمني بين الأطراف اليمنية، بعيدا عن طيران التحالف وبعيدا عن الصواريخ والمسيرات الحوثية باتجاه دول الجوار، أليس كذلك؟ نعم، هذا ما تفكر فيه الميليشيا الحوثية وطهران، وهذا أيضا ما قام به المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا. يعني أوجدوا ما يشبه المصالحة بين التحالف وبين الميليشيا الحوثية وطهران، ولكن على مستوى الداخل اليمني لم يستطع المبعوث الدولي ولا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي الضغط على الميليشيا الحوثية. لم يستطع أو لم يرد؟ هي نحن يعني نريدها مخففة، لا ندري، لأن هناك فرق. نعم، لا ندري ما وراء النوايا، ولكن نقول أنه ربما عجز أو أنه لم يعني يمارس ضغوطات كافية المجتمع الدولي على الميليشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأس هذه الالتزامات فتح طريق تعز وكذلك فتح الطرقات إلى بقية محافظات. جميل جدا، حتى اللهجة الأمريكية باتجاه الحوثيين كانت خفيفة كذا ناعمة في موضوع التصريحات حول طريق تعز. دعنا نرى رأي صحيفة عكاظ اليوم والذي تحدث عن قمة الخليج أو قمة جدة وأيضا إيران تحت عنوان إيران هل فهمت الرسالة؟ نستمع رأي عكاظ السعودية. بعد قمة جدة وما جاء في بيانه الختامي على ضوء مضامين كلمات المشاركين فيها والتي وجهت دعوة صادقة وصريحة لإيران بأن تغير من سلوكها العدواني في المنطقة ومؤامراتها ومخططاتها التخريبية وتغذيتها لأحزاب وجماعات إرهابية بهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وإقلاق الشعوب وافتعال الحروب والصراعات، هذه الدعوات الموجهة للنظام الإيراني كيف سيستقبلها ويفهمها ويفسرها ويتعامل معها؟ هل بعقلانية قادة الدول الذين يحرصون على السلام؟ أم بعقلية قادة العصابات والميليشيات الذين يدركون أنه لا حياة كريمة لهم في الأجواء الآمنة العادلة المستقرة؟ ليس أمام إيران اليوم وهي تعيش عزلة غير مسبوقة وانهيارا اقتصاديا يدفع ثمنه شعب لا يزال يعاني ومنذ سنوات طويلة من الفقر والمجاعة، إلا أن تتخلى عن فرد عضلات مهترئة وسياسات فاشلة والتغني بأطماع وهمية، وأن تدخل في حوارات جادة وصادقة مع جيرانها في الخليج ومن تجمعها بهم روابط الإسلام والثقافة بهدف إطفاء نار الحروب التي أشعلتها وإنهاء الخلافات التي أججتها، وأن تثبت للعرب والمسلمين خاصة وشعوب العالم عامة أنها غيرت سلوكها العدواني ودعمها للإرهاب وأنها باتت دولة سلام ومحبة وإخاء، معلنة التزامها بعدم التدخل في شؤون الدول وتخليها عن أي أحزاب وجماعات متمردة. هل تفعل إيران لمصلحتها ورفاه شعبها أم تستمر في غيها وتثبت للعالم أن قوتها مستمدة من الإرهاب ودعم أذرعته في الدول العربية والإسلامية؟ أستاذ عبد الله، ما رأيك بالتساؤلات التي طرحها رأي عكاظ؟ هو يعني المرجح تماما انه ايران تتخذ من اليمن وبقيه الاقطار العربيه التي لها اذرع عسكريه فيها ساحه لتصفيه حساباتها مع الخصوم
في الإقليم وفي المجتمع الدولي دون أن تتأثر هي مباشرة بهذا، يعني أنها تتخذ غطاء أو ساتر تلعب من ورائه مع القوى الإقليمية والدولية. لكن المرحلة ومقتضياتها ومتطلباتها تفرض على أن إيران لا تستطيع أن تلعب خارج حدود اليمن، إذا لن تستفيد من أي معارك داخل اليمن محدودة أو جزئية، يعني ما حتى وإن كانت بحجم السيطرة على مأرب يعني في هذا. وبالتالي فإنه لن تستطيع أن تغامر في أن تهدد ممرات الطاقة العالمية الآن أو منابع هذه الطاقة في دول الجوار، لأن الموقف الأمريكي سيكون جادا في الرد على هذه الادعاءات بما يجعل إيران هي الخاسرة. إذن المرحلة القادمة هي مرحلة من المراوحة التي المراوحة العسكرية التي لن تحصل فيها مصادمات قوية وكبيرة. المشكلة الأساسية أقول أنا أنه السبب الرئيسي هو هذه تخاريف الولاية التي يقوم عليها الحوثيين والتي يشكلون سطح مسلح على الدولة والمجتمع وفرض ولاية البطنين على شعب الجمهورية والثورة والوحدة والديمقراطية، يعني هذه المنجزة. لكن إيران هي من تقف وتدعمهم بكافة أشكال الدعم العسكري. هناك حديث عن دخول ربما فيها خلال هذه الهدنة دخول أسلحة حديثة متطورة، دخول طيران مسير متطور، دخول صواريخ باليستية ذات أبعاد أطول وأيضا أذكى. نعم، هي تجعلهم ذراعا لها لتهديد الجوار الإقليمي وممرات الطاقة العالمية، وبالتالي فإن المرحلة الظروف الراهنة لا تسمح لإيران بهذه المناورة باستخدام الحوثيين كذراع يهدد مصادر الطاقة أو ممراتها، لأنها ستدخل في مواجهة مباشرة هي أقبل من أن تتحرك إذن عليها. أنت تعتقد بأن الأمر من طهران سيأتي للحوثيين بأن يكف عن استهداف الجوار؟ نعم، والإقليم سيكف عن ذلك. يعني جميل، دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ رماح الجبري وسأعود إليك ضيفي عبد الله. أستاذ رماح ضيفي عبر سكايب، استمعت إلى هذا الطرح، هل بالفعل إيران في هذا الاتجاه الآن محاولة ربما لنقل تقليم الحوثيين أو تهذيبهم بعدم الذهاب نحو الإقليم وربما إطلاق يدهم على الغارب باتجاه اليمنيين في الداخل؟ نعم طبعا، الهدنة التي وافق عليها الحوثيون أعتقد أنها بطلب إيراني، لأن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت الولايات المتحدة في أزمة، فهي تريد أيضا أن تستخدم كل أدوات الضغط، وكانت إدارة بايدن أيضا مستعجلة بما يخص التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأيضا إيران بقت في موقف الحيرة، لكنها لا تأمن أن لا يمكن أن تتحالف مع الولايات المتحدة، ولكن لديها مصالح في مسألة التوصل إلى اتفاق، ولا تريد أيضا أن تخسر بوتين وتخسر روسيا، فحاولت أيضا أن تبقى طرفا مؤدبا في هذه الفترة، وأمرت الحوثيين بأن يدخلوا في هذه الهدنة. وأعتقد أن الهدنة في اليمن لها علاقة وارتباط مباشر بموقف إيران، لكن مستقبلا، وأنا أعتقد أن البيان الصادر عن الميليشيا الحوثية يوم القمة الذي قال أنه يرفض أي مساس باليمن وأن الإدارة الأمريكية وما إلى ذلك من البيان الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي، هو موقف إيراني قبل أن يكون موقف حوثي، باعتبار أن الحوثية أداة، هي تعبير عن امتعاض، وكأن إيران تقول للمجتمعين في القمة أو للإدارة الأمريكية والسعودية أننا مستمرون وأن الحرب مستمرة وأن لدينا أوراق ضغط قادرة على يعني على أن يعني تزيل هذه اللي يمكن أن يسموها أوهام أو ما إلى ذلك مسألة إيقاف الحرب في اليمن. فأعتقد أن إيران داخلة بشكل أساسي، ورقتها القوية عندما كانت تفاوض في فيينا قبل أشهر كانت تتحدث بالورقة الرابحة الحوثيين، وقالت أمرت الحوثيين، قالت لهم لا تدخلوا في أي مفاوضات أو حتى لقاء مع الأمم المتحدة قبل أن تسقطوا مأرب، قبل أن تسيطروا على مأرب، لكي تكون إيران في موقف أقوى. إذن هل الحوثيون ذاهبون باتجاه الحرب أم باتجاه تمديد الهدنة؟ بحسب
المصالح الإيرانية. أعتقد إذا المصالح الإيرانية تتطلب تمديد الهدنة، فأعتقد أن إيران بحاجة إلى أن تأمر الحوثيين لكي يمددوا الهدنة. وإذا رأت إيران أن تستخدم الحوثيين كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية، إما من أجل الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، أو كذلك بضغط مثلا بالطائرات المسيرة أو غيرها، فأعتقد أن الحوثيين أيضا سيعلنوا أو سيدشنوا معركة عسكرية. لكن إذن وفق المصالح، لكن أستاذ رماح ما طرحه جميل، ما طرحه ضيفنا أيضا الدكتور علي البكاري، قال بأن الهدنة لن تتم داخليا، الهدنة فقط هي ستتم ما بين الحوثيين والتحالف العربي، لن يستهدف الحوثيون مصادر الطاقة في الإقليم، وبذلك المجتمع الدولي سيكون راضي عن ذلك، لكن داخليا الحرب قادمة لا محالة، هكذا يطرح الدكتور علي البكالي، ما رأيك؟ هذا ما تبحث عنه الميليشيا الحوثية، وهذا ما تحدث عنه ناطق باسم الميليشيا الحوثية قبل أشهر، ويقول هذه عمليات عسكرية سيادية، وما سماها بمعنى أنه الطائرات المسيرة مقابل العمليات الجوية، وهم يعتقدون أنه في حال توقف الطيران سيستطيعون أيضا السيطرة على مأرب، وربما الوصول إلى عدن في حال توقف طيران التحالف. لكن لا أعتقد تماما أن تحالف دعم الشرعية أو المملكة العربية السعودية يمكن أن يفرطوا أو يتفرجوا على الميليشيا الحوثية إذا استطاعت مثلا السيطرة على مأرب. وأعتقد كان الموقف واضح من قبل التحالف دعم الشرعية في مسألة إسناد ودعم مأرب اللامحدود الذي تم خلال السنوات والأشهر الماضية، ولن يتخلوا عن الحكومة الشرعية، لأن التخلي أو إيقاف العملية العسكرية أو الرضوخ للشروط الحوثية استسلام وتسليم، بل تسليم اليمن لإيران، وما الذي استفدناه منذ 7 سنوات من الحرب والخسائر؟ لكن البعض يطرح ويقول أستاذ رماح بأن الآن أصبحت القوى اليمنية أقوى بتشكيل المجلس الرئاسي، وبذلك هي قادرة على صد ميليشيات الحوثي بغض النظر عن مشاركة التحالف العربي من عدمه. ما رأيك في الطرح عسكريا؟ نعم بلا شك أن القوى، السؤال لي أنا. نعم بلا شك أن القوات العسكرية كما ذكرت بحاجة إلى، هي قوات كلها مدعومة من الولايات العمالقة إلى الساحل الغربي إلى الجيش الوطني، كلها مدعومة من التحالف، لكن المفترض أن تكون هناك البدائل المتوفرة وأن يعمل مجلس القيادة الرئاسي من اليوم، وأعتقد كان يجب أن يعمل على هذا منذ أشهر أو منذ تشكيله، بمسألة توفير البدائل. لدينا الإمكانيات لشراء الأسلحة، لدينا الإمكانيات لأن نقاتل عن البلد حتى ولو بالحجارة. أعتقد الشعب اليمني لن يسلم حتى ولو تخلى مثلا التحالف، أو حتى لو توافقت السعودية مع الأطراف الأخرى، حتى ولو أوقف خرجت السعودية من الحرب في اليمن. المعركة معركة اليمنيين، وأعتقد معركة اليمني واليمنيين لن يقبلوا بأن تسلم. جميل هذه النقطة، دعني أخذ النقطة هذه التي تطرحها أستاذ رماح. جميل ما تطرحه أستاذ رماح، دعني أنقل ما طرحته أنت إلى الدكتور علي البكالي. دكتور علي، إذا كانت ربما الموضوع في اليمن والحرب في اليمن ذاهبة وفق ما تطرحه أنت، دكتور علي هل ما زلت معنا على الهاتف؟ نعم. إذا كان وفق ما تطرحه أنت بأن الحرب ستبقى يمنية في الداخل، لا طلعات جوية من التحالف ولا استهداف حوثي لأراضي الإقليم، إذن ما الذي يمنع المجلس الرئاسي أن يشتري الأسلحة وفق ما يطرح ضيفي رماح الجبري؟ دولة أو نقل حكومة مجلس معترف به دوليا يحق له أن يفرض السيادة، كل المواثيق الدولية والدستور والقانون، لا يمكن أن تمنعه عن شراء الأسلحة. لماذا لا يشتري طيران أباتشي؟ لماذا لا يشتري طيران مسير؟ لماذا لا يشتري حتى أو يفعل الطائرات الحربية ليكون هو من يقوم بالعمليات وليس التحالف العربي، والذي سيظل، إلى متى سنظل معتمدين في اليمن عليه من أجل إنجاز المعركة الوطنية؟ شكرا. اليمن تحت البند السابع وتحت تصرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة منذ العام 2015، والحرب في اليمن ليست حرب يمنية، وإنما هي حرب، يعني حرب دولية، صراع دولي وصراع أيضا إقليمي. ومن ثم حتى أدوات الحرب في اليمن لا يمكن القول بأن هذا الطرف أو ذاك يستطيع يعني أن يحصل على الأسلحة التي يريدها ما لم تكن عن طريق التهريب. الميليشيا الحوثية تهرب أسلحتها عن طريق إيران، عن طريق ميناء الحديدة،
لكن الحكومة الشرعية لابد، وهي حكومة شرعية تمثل اليمن، أن تستورد بطريقة رسمية، ومن ثم هي بحاجة للحصول على موافقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا، كل الدول الراعية للمبادرة. أليست معترفة بالمجلس الرئاسي القيادي؟ وهذا المجلس أليس له الحق ما دام أنه معترف به دوليا وفق القانون الدولي والمواثيق الدولية أن يدافع وأن يفرض سيادته على كامل التراب الوطني؟ كان الرئيس هادي أيضا منتخب من قبل الشعب، ويعني انتخاب مباشر، وكان يمتلك شرعية أيضا أقوى، وبالتالي حتى في فترة رئاسة الرئيس هادي لم تكن الحكومة اليمنية قادرة على استيراد الأسلحة، وإنما ما توافق عليه الدول الراعية للمبادرة الخليجية. هناك سوق سوداء يعرفها الجميع أستاذ علي، يمكن أن تشتري منها الحكومة. صحيح، بالنسبة للسوق السوداء وبالنسبة للتهريب تستطيع كل الأطراف أن تشتري من السوق السوداء. إذا لماذا لا تشتري الحكومة اليمنية هذه الأسلحة التي هي ربما مفصلية وجوهرية وذات أهمية في المعركة الوطنية؟ أنا أريد أن أوضح هنا مسألة، وهي أن إيران اليوم و يعني ما يجري من مصالحات عبر المجتمع الدولي وتحديدا أمريكا بين إيران والمجتمع العربي وتحديدا دول الخليج ومصر وكذا، هذه يعني هذه الاستراتيجية إيران لا تضع من ضمنها اليمن، بمعنى أنها تريد أن تجعل اليمن بعيدا عن صلاحيات، تريد أن تقول لدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع العربي سوف أتصالح معكم، ولكن بالنسبة لليمن لا دخل لكم فيها. أيضا أمريكا نفسها تريد أن تبقي الميليشيا الحوثية فزاعة لدول الخليج، يعني لم يحصل إلى الآن اتفاق يعني خليجي أمريكي بشكل نهائي. هناك قمة، يعني كلنا ندرك أنه مشكلة العلاقات الخليجية الأمريكية منذ فترة، منذ عقود، يعني شابه بعض الشوائب، وبالتالي إلى الآن لم تعد تلك العلاقات الحميمية التي كانت في السبعينات والثمانينات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا. جميل، وضحت الصورة دكتور علي، وضحت الصورة دكتور علي. لم يتبقى لدي من الوقت في أقل من 30 ثانية. أستاذ عبد الله الدهمشي، ما هو رؤيتك لقادم الأيام؟ هل نحن ذاهبون إلى تجديد الهدنة أم حرب يمنية أم حرب تعود كما كانت منذ سنوات؟ لا أعتقد أن سنعود إلى حرب، يعني ستظل المناوشات، وربما كما أشرتم في البداية إلى أنه ستبقى المسألة اليمنية في حالة من السبات الطويل بين اللاسلم واللاحرب، خصوصا أن مجلس القيادة الرئاسي لم يتحرك بما تمليه عليه مسؤولياته الجديدة وبما يتطلبه التغيير الذي حدث به، وبالتالي نحن أمام احتمالات لن تستطيع إيران أن تتحرك فيها خارج حدود اليمن، ولن تستفيد أيضا من صراعات داخلية، سوف تستمر المأساة على هذا المنوال الكبير منذ أن فقدنا السيادة. وبكل تأكيد أن اليمنيون هم من يدفعون الثمن في آخر المطاف من دمهم وقوتهم وحياتهم التي ذهبت أيامها وسنينها هباء وهم يركضون وراء السلم ولقمة العيش. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله الدهمشي الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لضيفي عبر سكايب الأستاذ رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي اليمني، وأيضا عبر الهاتف الدكتور علي البكالي الكاتب والمحلل السياسي. دائما أبدا شكركم أنتم مشاهدي الكرام، ما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة، غدا حلقة جديدة إليكم.